قراراته واللي طلعت قبل كده التأديبية خلاص، وان اللعيب معروض للبيع، وان اللعيب مش هيبقى موجود في النادي تاني. ليه عدم التزامه تمام، وانضباطه، وان هو مش عايز يجدد تمام. طب انت دلوقتي كمجلس إدارة انت رجعت في كلامك ووجهت الرأي العام ان اللعيب ده مش منضبط ومش ملتزم وما ينفعش يبقى موجود في النادي لان هو عنده مشاكل كتيرة جدا وبيخرج من المعسكرات وي وي وكلام من ده، وطبعا طلع مشكلة المعسكرات دي ان هي حاجة، وانا قلت اكتر من مرة هنا يا جماعة عادي بتحصل. المشكلة ده لائحة داخلية ولعيب وعادي جدا، بس يمكن كان نوع من انواع الضغط من النادي على اللي هو على اللاعب يعني. ما تعرضوش للبيع، ما توصلش للبيع، ما ده اللي انا اتكلمت فيه، عشان لما تيجي ترجع في كلامك زي ما انت عملت ورجعته النادي يبقى مقبولة زي ما كابتن وائل وضحها، بس كابتن وائل وضحها بالشياكة. انا بجيبها لك من الاخر انت بتشوف ان الزمالك رجع في كلامه؟ طبعا كده رجع في كلامه. الله، مش احنا قلنا كده؟ طب انا بعد اذن شريف فتوح جدد بكام؟ والله بص انا عندي معلومه بس مش عايز اقولها غير لما اتاكد منها، يعني انا بحب كده يعني لما لازم اقول حاجه اقولها مثلا منها. يعني شهور انت بتقول بكام قبل ما اتاكد؟ قبل ما اتاكد لا انا اللي متاكد منه او اللي قبل ما اتاكد منه المعلومه اللي عندي ان في 50 مليون جنيه خدهم فتوح. طبعا شيك. سيبك بقى من 50 اللي خدهم، بس مش الزمالك اللي دافعهم، سيبك برضو من 50 مليون. السنه بكام؟ بتتردد الاقاويل ما بين ال 13 و 15 و 25. لا مش اقل من 25. مش اقل من 25 طبعا. صح. طب انت لو خد 25 زي زيزو يبقى هو عمل اللي هو عايزه فلوس. انت بتقول خد 50 مليون على الكلام، لو هو صح يعني، لو صح احنا لسه هتاكد، يبقى برضه لو خد ال 50 مليون او جدد الموسم ب 25 مليون يبقى انا كلامي صح، لعبها فلوس، لعبها فلوس وكسب. لان خد بالك مجلس الاداره ضغط عليه من مين؟ استاذ جمال عدل، استاذ ممدوح عباس، استاذ عمرو الجنايني، لان هم بيدفعوا فلوس عشان يحلوا الازمه. فطبيعي ان هو لازم يبقى، بس برضو عشان نوضح القصه دي، هو نادي الزمالك مش دافع كل الفلوس من جيبه طبعا، ملناش فيه، ده امر مهم. انا ما بتكلمش في كده، معلش انا اسف، انا بتكلم على اللعيب ومكاسبه زي ما انا قلت. مفهوم. عشان انا قلت الكلام ده من بدري معاك. حصل. جدا. قلت لك هي فلوس. خد فلوس لما كان بيتكلموا نادي الزمالك وقال لك ان احنا مش هنجدد لفتوح او ان احنا عرضناه البيع، قال لك لو هنجدد له يبقى بشروطنا. شروطنا ان هو في ليميت معين. الليميت ده مش هيعدي ال 15 مليون. اعتقد ان الكلام ده اتقال. اتقال طبعا. خد اكتر من 15 مليون. أكيد. انا اسف يا شريف. لا يا كابتن. لا صح. اتفضل كمل. ما هو راجل خلص قال كل الكلام. معلش والله. طب هل كان من الافضل ان نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك عشان يبقى السيناريو بشكل يعني افضل بالنسبه للمجلس نفسه ان يبقى في خطوات متسلسله بشكل كويس؟ يعني في شكل تسلسلي واضح زي ما انا قلت مثلا من شويه قبل الفاصل، قلت ان كان من المفترض مثلا اتفقتوا مع فتوح في الكواليس على التجديد، ففتوح يطلع يعتذر الاول، بعد الاعتذار يبقى في اجتماع مجلس اداره، بعد اجتماع مجلس الاداره يبقى في الاعلان عن تجديد عقد فتوح عشان يبقى حتى تجديد في طريق. يعني هي الكواليس الاخيره دي الرتوش بتاعتها مش مشكله. هي بس احنا قلنا المشكله في بدايه